اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض احلى فطير، الفطير المشلتت المصري. يلا بينا نبتدي نعمل مع بعض الفطير بتاعنا بطريقه سهله. يلا بينا. اول حاجه هضيف الدقيق، نضيف معلقه ملح، وهضيف المايه بتاعتنا. نبتدي نعجن المكونات بتاعتنا. دلوقتي واحنا بنعجن العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، تمام، عجنناها بايدينا. لو انتوا عندكم مكنه برضو تقدروا تستخدموها. دلوقتي هنقلها على سطح ونبتدي نكمل عجن فيها. استخدم زيت عشان ما تنشفش مني. على جنب 10 دقايق ترتاح ونرجع لكم تاني. دلوقتي خلاص حطينا زيت على العجينه بتاعتنا عشان ما تنشفش وشها، هنبتدي نقطعها ونعملها كور زي ما انتم شايفين كده. هنعملها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. نعمل كورة نفس الكلام، ندخلها كده جوه ونبتدي نعمل الطريقة دي. بس احنا نعمل كورة زيت عليها، تمام، شيلها من جنب. قلت لكم بالظبط نعملها بالطريقه دي، نحولها لكوره، واهم حاجه ان هي تتحط عليها زيت. دلوقتي بكل بساطه هجيب صينيه او اناء حاجه زي كده، صينيه بشكل مربى، وهنضيف فيها زي المحلات بالظبط ما بتعمل، نضيف فيها زيت وهنحط العجينة بتاعتنا ونعملها وش وضهر زي ما انتم شايفين كده، وش وضهر، نغرقها بالزيت ونرصها في قلب الصينية بتاعتنا. وهنسيبها ترتاح. عندنا في حدود من نص ساعة لساعة. رجعنا لكم مرة تانية يا جماعة بعد مرور نص ساعة. دلوقتي ده شكل العجينة بتاعتنا. بعد ما سيبناها ترتاح زي ما قلنا لمدة من نص ساعة لساعة، وغطيناها بزيت من فوق ومن تحت. هبتدي اخد كل كورة زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اعملها على شكل جواب وهنشيلها على جنب. وفي نفس الوقت انا حضرت معايا سمنة بتاعتي، لازم تكون سايحة عشان اعرف استخدمها، عشان الفطير البلدي ما بيتعملش غير بالسمنة. ممكن تعمله بالزبدة، بس خلي بالك انه ممكن يدخن في الفرن منك لان الزبدة فيها مية. دلوقتي هنبتدي اول خطوة زي ما قلنا
نبتدي ناخد اول كوره من عندنا، وزي ما انتم شايفين بكل سهوله الكوره بتاعتنا اهي نبتدي بايديا اضغط عليها كده. ومحتاج في المرحله دي برضو معايا شويه زيت باستمرار عشان يتفرد معايا بسهوله زي ما انتم شايفين كده. عايز تقول اي حاجه ولا ماشي؟ زي ما انتم شايفين يتفرد معانا بسهوله. تقدر تعملها كده اهو، تفرد تعملها كده اهو، تفرد كده، تشد ترخي في نفس الوقت، تفرد وهنا اهو. وكل ما تحس ان ايدك نشفت او العجينه نشفت تبتدي تزود شويه زيت عشان ما تتقطعش منك. هو كده كده مفيش مشكله ان هي مش هتتحشي شيء، بس مثلا لو حبيت تحشي العجينه بتاعتك اي حاجه زيها زي العجينه اللي هي الشرقي اللي بتتحشي بقى سجق وبتتحشي لحمه مفرومه وجبن والكلام ده كله، اهم حاجه ان هي ما تتقطعش منك. زي ما انتم شايفين اهي عشان كمان تورق معايا، بس ايدي نشفت زي ما انتم شايفين، زيت واشد. طيب دلوقتي انا يعتبر فردتها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، هبتدي اعمل الطريقه دي اللي انتم هتشوفوها دلوقتي ان انا هعملها على شكل ظرف. اول حاجه اجيب الطرف ده كده واضيف شويه زبده، الناحية الثانية نفس الكلام، وهنا أضيف شوية زبدة وأقفل على الظرف بتاعي زي ما انتم شايفين كده. برضه شوية زبدة وأشيلها على جنب. أبتدي الكورة اللي بعديها. أنا بعمل ليه كور جوا بعض؟ عشان انا عايز اعمل رقات زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، وزي ما انتم شايفين نفس الكلام بورقها. طبعا هي كل ما ارتاحت معايا كل ما هتبقى اسهل في الفرق، يعني انا المفروض انا بس عشان مستعجل عليها، انما لو حبينا وسبناها اكتر من كده هتلاقيها سهله جدا في الفرد معايا. وزي ما قلنا دايما باستمرار نقطه زيت على الايد ونفرد بكل سهوله زي ما انتم شايفين، نفرد ونشد تحت، نفرد ونشد من تحت، بس اهم حاجه ما تتقطعش، تخلي بالنا واحنا بنفرد عشان نوزع عليها هي لسه ما ارتحتش كويس، بدليل ان هي بتكمش معايا تاني او بتقفل معايا تاني، بس المفروض ان انا اسيبها ترتاح اكتر من كده عشان تبقى فيه عشان تبقى سهله معايا. بس زي ما قلنا حلها ان احنا بنحط عليها شويه زيت وهتفرد معايا بالطريقه اللي انت شايفينها دي. لو بتلاحظوا عند الفطاطريه هتلاقيهم دايما باستمرار حاطينها في زيت ومغطينها، وبقى لها فتره كبيره جدا عندهم مثلا مش اقل من 3 4 ساعات عشان يعرفوا يشتغلوا بيها بكل سهوله. تمام، نفس الكلام قبل ما اعمل الظرف بتاعي هقوم جايب الفطيره القديمه بتاعتي او اللي انا عملتها على شكل ظرف، نجيب شويه زبده نحط الفطيره بتاعتنا التانيه جوه ونقفل عليها زي ما انتم شايفين تاني نفس الطريقه، وهكذا نحط شويه زبده برضو ونفس الكلام شويه زبده ونقفل عليها بالطريقه دي. طبعا الرقات على حسب ما انتم حابين وعلى حسب كبر العجينه بتاعتكم، ممكن نعملها 5 6 رقات، ممكن نعملها 7 رقات زي ما انتم عايزين على حسب العجينه انتم مقسمينها ازاي. وبعد كده ده شكلها بعد ما قفلناها، كره العجين الثانيه بتاعتنا بالشكل دوت، وزي ما قلنا وهنكمل البروسيس بتاعتنا او هنكمل الطريقه بتاعتنا لغايه ما اخلص ال7 رقات بتوعي
وهرجع لكم كمان شوية وريكم الشكل النهائي بتاعها هيبقى عامل ازاي. ودي اخر واحدة معانا، اخر راق زي ما انتم شايفين، هنفرده برضو اخر حاجة. نكون محضرين الصينية بتاعتنا وهنسيبها برضو ترتاح و هوريكم هنعمل ايه زي ما انتم شايفين كده. وهكون محضر الصينية بتاعتي وهضيف فيها الفطيرة بتاعتي وهسيبها ترتاح، وهنرجع لكم كمان شوية بعد 10 دقايق هنشوف هيبقى شكلها عامل ازاي وهنفردها ازاي في الصينية بتاعتي. زي ما انتم شايفين حجمها بقى عامل ازاي، وبقى مليانة لحمة زي ما بنقول، او مليانة رقات، وكلها هتطلع تحفة ان شاء الله. وهرجع لكم كمان شوية. ورجعنا لكم يا جماعة زي ما قلنا، وده شكلها بعد ما ارتاحت حدود 10 دقايق. سهلة جدا الفرد. كل اللي هوريه هنعمله ان شاء الله ان احنا هنضغط عليها بسهولة زي ما انتم شايفين، بس مش جامد قوي عشان يفضل الرقات بتاعتها. زي ما انتم شايفين بتتفرد بسهولة جدا معايا. تمام، ده شكلها بعد ما ريحتها. دي شكل الفطيرة بتاعتي. تمام، وفي نفس الوقت اللي احنا سبناها بترتاح فيه، تمام، هنولع الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200 فوق وتحت، وهنحطها في النص. وده شكلها بعد ما سبناها زي ما انتم شايفين كده، وهنحطها كمان شوية تستوي وبنوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. هنقولكم ده شكل الفطيرة بتاعتنا بعد ما خلصت. مفيش طبعا أحلى من إن احنا نقدمها مع شوية عسل أسود. هنوريكم شكلها عامل ازاي دلوقتي بعد ما نقطعها ونفرجه. بسم الله ما شاء الله. نتفرج على التوريقة. دي فطيرتنا. بص الشكل. طبعا قرمشة وطرية في نفس الوقت. اوه نار. اغمس بقى تغميزتنا. روعة. روعة روعة روعة. تمام. شيء خيالي خيالي. طعمها فظيع يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اتمنى ان تشوفوها وتجربوها ان شاء الله تعجبكم. واشوفكم في وصفات تانية كتير ومع فيديو تاني. مع السلامه.